النشرة الرئيسية من الفضائيات التربوية، مساء الخير، نبدأها بالعناوين. ورشة عمل لوزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت بعنوان الرياضة الشبابية للتماسك الاجتماعي. وزير التربية عماد العزب يفتتح المنصة التربوية في مكتبة دمشق التربوية التي توفر التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم. تحديد أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سوريا في المسابقات العالمية. من العناوين إلى التفاصيل، مساء الخير. أقامت وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت ورشة عمل بعنوان الرياضة الشبابية للتماسك الاجتماعي. ووزير التربية يؤكد أن حصة التربية الرياضية لا تقل أهمية عن باقي الحصص الدرسية. زينب شيحة والتفاصيل. بهدف إبراز دور الشباب في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال استخدام الرياضة للحد من الاختلاف وزيادة التقارب الاجتماعي، أقامت وزارة التربية بحضور عماد العزب رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت ورشة العمل الوطنية بعنوان الرياضة الشبابية للتماسك الاجتماعي. وزير التربية أكد أن حصة التربية الرياضية لا تقل أهمية عن باقي الحصص الدرسية، لأنها تخلق حالة من التوازن والانفتاح الفكري وتسهم في تنظيم وبرمجة الأفكار، مبينا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من باحات المدارس خارج أوقات الدوام المدرسي، وتتابع تأمين متطلبات دعم الرياضة المدرسية ونجاحها. So the, as you know, the sport is a way to integrate people. تعد الرياضة طريقة مهمة لدمج الأشخاص من مختلف البيئات ودمج النساء أيضا في المجتمع وتعزيز قدرة النساء في المجتمع. And empower women in decision making process. من خلال هذه الورشة الموجهة بأهدافها ومحاورها لخدمة موجهي التربية الرياضية والمعلمين والمهتمين ومنظمات المجتمع المحلي، نسعى إلى تقديم مجموعة جديدة من المهارات المواكبة للمهارات العالمية لتمكينهم من هذه المهارات، وبالتالي حصولهم على المعرفة وعلى الخبرة اللازمة وانتقالهم إلى الميدان. الورشة التي شارك بها موجهو وموجهات ومدرسو ومدرسات التربية الرياضية من محافظات عدة وقيادات شابة لديها خبرات في التدريب، تناولت محاور عدة، منها تصميم ألعاب تخدم التماسك الاجتماعي ومتطلبات المجتمع التي تلبيها طاقات الشباب. الهدف من هاي الورشة بدنا نجيب بعض الحقائق العلمية والأبحاث اللي تمت مناقشتها في دول صديقة وعربية، ونحاول نطبق هاي الشغلات في مجتمعنا السوري. نحن هلأ بمرحلة إعادة أعمار، فإعادة أعمار الإنسان شغلة كتير مهمة قبل أعمار البلد. يعني نحن إذا عمرنا الإنسان، وخاصة نحن بقى كوزارة التربية، فلازم نبلش نحن موجهين مختصين بهذا الموضوع. يعني نحن متعامل مع الأولاد الصغار، فهذا الموضوع اليوم بدنا نأخذ بقى شو شغلات التطورات الجديدة. جايين على الدورة هون مثل فعاليات مشان نحسن ننشط الرياضة أكثر، خصوصا بعد الحرب بصير في تفاعل أكثر، وإن شاء الله نحسن يعني نعمل مجهود أكثر لنطالع الأولاد من جو الحرب على جو رياضة ترفيهي من خلال الدورة اللي نحن عم نعملها. تستمر الورشة لمدة 3 أيام لتأهيل 30 متدربا من الموجهين الرياضيين ومدرسي ومدرسات التربية الرياضية الشباب ومن المنظمات الشبابية والرياضية المتمرسين بالأعمال القيادية من محافظات عدة لتعزيز مهارات التماسك الاجتماعي والسلام في الأزمات والنزاعات. وفي مكتبة دمشق التربوية افتتح وزير التربية المنصة التربوية التي توفر التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم وفق برامج يومية. هدى العلي والتقرير التالي. مع التقدم العلمي والتكنولوجي عالميا والانتشار الواسع والسريع لاستخدام الانترنت وظهور مفاهيم عدة للتعلم، سعت وزارة التربية إلى التنويع في مصادر التعلم بهدف توفير بيئة تعليمية تفاعلية
تعمل على جذب انتباه الطلاب وحثهم على تبادل الآراء والخبرات، حيث أطلقت مديرية التربية في محافظة دمشق المنصة التربوية السورية التي توفر التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم وفق برامج يومية تقدم فيها الدروس بمشاركة الطلاب وإشراف المعلمين. وزير التربية عماد العزب أكد أن افتتاح المنصة رسالة بأن سوريا ستبني جيلا متسلحا بالعلم، مشددا على أهمية تعميم التجربة للمضي بالعملية التعليمية والتربوية. حدث مهم جدا ويحمل رسالتين، الرسالة الأولى رسالة علمية تربوية، رسالة في مضمون العلمي هي لتبسيط وتسهيل إيصال المعلومة لكل أبنائنا، وهي واحد من مصادر المعلومات الآمنة، كونه يوجد إشراف عليها. أي نعم الطلاب يقومون بإعطاء الدرس بشكل تفاعلي، لكن هناك إشراف علمي عليهم، فبالتالي هذا يضمن أن تكون معلومات دقيقة وآمنة. الرسالة الأخرى من خلال هذه المنصة هي رسالة إلى العالم أجمع، وهو تحدي أيضا. البعض يعتقد أن أصاب ما أصاب سوريا خلال الحرب الظالمة التي دمرت ما دمرت، لكن من خلال هذه المنصة، من خلال هذا المشروع، ومن خلال مشاريع عديدة أيضا تقوم بها حكومة الجمهورية العربية السورية، أستطيع أن أقول أننا نوجه رسالة إلى العالم أننا ماضون في بناء الجيل، وأن الدولة السورية معنية في تأمين التربية والتعليم لكافة أبناء الجمهورية العربية السورية بدون استثناء، بدون استثناء. عندما تقوم وزارة التربية بإرسال الكتب إلى أطفال في مخيم الركبان وفي مدينة منبج وفي مدينة إدلب وإلى منطقة شرق الفرات، هذه رسالة أن الدولة السورية معنية بكل طلابها بدون استثناء. طبعا أهمية هذه المنصة أنها يعني تعد فريدة من نوعها على مستوى المنصات التربوية على مستوى الوطن العربي، واهتمام السيد وزير التربية بافتتاح هذه المنصة مع صالة الفن المعاصر هو تعبير عن توجه سوريا بشكل عام إلى التطوير التربوي على أحدث المستويات لتوفير التعليم للجميع بكل وسائل متاحة. كما ترون هذه المنصة تعمل على توفير القدرة للمتعلمين على أن يكونوا هم محور العملية التعليمية، وبالتالي المدرس سيكون ميسر ومساعد للمتعلم لينمي مهاراته. طبعا المنصة التربوية السورية والمنصة التربوية بدمشق ومنصة التعلم المبكر زودت بتجهيزات عالية الدقة، زودت بخط انترنت فايبر أيضا عالي السرعة. تعمل هذه التجهيزات من خلال موقع انترنت لكل منصة، من خلال عمل الخبراء الذين تم التصريح لهم بالدخول إلى موقع المنصة وتلقي الأسئلة من الطلاب يمكن الإجابة على أسئلة الطلاب. هناك بث مباشر بجدول زمني يومي موضوع أيضا على موقع المنصات، ولكل منصة جدولها الزمني. أيضا هناك وسائل تواصل مثل سكايب، مثل بريد إلكتروني، مثل هاتف، يمكن من خلاله للمدرس أو الطالب التواصل مع الخبراء وبالتالي الإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم. تتيح المنصة عرض خبرات المعلمين وتبادلها مع زملائهم ومناقشة آراء المتعلمين ومبادراتهم والتواصل مع الأهل والمجتمع ليكون التعلم متاحا للجميع في أي مكان وزمان. هلا نحن عم ندعم معلوماتنا بشكل كتير أساسي، يعني نحن مو بس عم ندعم معلوماتنا، حتى في باقي الزملاء طبعا يعني بدمشق أو سواء بغير مدن هنا ممكن يفتحوا يحضروا أي درس على اليوتيوب المنصة التربوية، فهنا كمان بيدعموا معلوماتهم. يعني شيء كتير أساسي أنا حسيته كتير حلو، بيعطي نشاط وطاقة إيجابية وبيعزز ثقة الطالب بنفسه أنه هو قادر يعمل، حتى لو خاف أول شيء من هاي القصة بس هو قادر يعملها. بنشرح الدرس، كل وحده منا بتشرح فقره، وهذا الدرس اكيد رح ينبس، ومو بس نحن بنستفاد منه، في كتير طالبات وطلاب ممكن هن يستفادوا منه، بيطلعوا اي شغله بدهم اياها بيستفادوا، بيقدروا ياخذوا معلومات كمان من الدرس، يعني مو شرط للمدرسه. كما تم افتتاح صاله الفن المعاصر
التي تضم عددا من اللوحات بمشاركة مدرسين وفنانين عدة من وزارة التربية. أصدرت وزارة التربية أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين بموجب الاختبار الذي أعلنت عنه لتعيين عدد من المواطنين لديها من الفئة الثالثة بوظيفة كاتب لكل من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين في الإدارة المركزية. وعلى المقبولين البالغ عددهم 53 مواطنا مراجعة مديرية التنمية الإدارية في الوزارة لاستكمال أوراقهم الثبوتية خلال شهر من تاريخ صدور القرار تحت طائلة الحق في التعيين. كما أصدرت وزارة التربية تعميما حددت بموجبه آلية التنقلات والتشكيلات للتعليم العام والمهني ضمن المحافظة الواحدة، حيث تستقبل طلبات النقل في الفترة ما بين الأول من شهر نيسان وحتى الأول من حزيران من كل عام دراسي. قياس والتقويم في وزارة التربية يطلق برنامج مقياس الذكاء ستانفورد بيني في عدد من مدارس محافظة ريف دمشق. ريم غانم والتفاصيل. بهدف الوقوف على نقاط القوة ومكامن الضعف لدى الطلاب، أطلق مركز القياس والتقويم في وزارة التربية مشروع ستانفورد بيني الصورة الخامسة في عدد من مدارس ريف دمشق. المشروع الذي يعد مقياس ذكاء للطلاب يهدف إلى تحسين أدائهم وإيجاد الحلول لصعوبات التعلم. اختبار ذكاء عالمي مثل ما قلت لك بقيس القدرات العقلية من عمر سنتين لعمر 80 سنة، طبعا بيتضمن أشكال هندسية، صور، بيتضمن مكعبات، بيتضمن ثلاث كتيبات بتقيس طبعا ذكاء لفظي وغير لفظي. وهو هذا الاختبار يعني عم بيتقنن على البيئة السورية، فهو خطوة كبيرة كتير بيساعدنا على تشخيص أطفال صعوبات التعلم بالمدارس، التخلف العقلي، متميزين الموهوبين من الأطفال من طلابنا بالمدارس، فهي خطوة كتير رائعة وعظيمة. هو الاختبار بطبيعته بحلته الجديدة الخامسة وفر علينا كتير من مشوار كبير لحتى نكشف طاقات وإمكانيات طلابنا، لحتى ما عاد يكون في شيء اسمه مستقبل ضبابي قدام الطالب. بنكشف إمكانياته وقدراته، بنعرف نوجهه، بنعرف وين أنت، وين طاقتك، وين قدرتك، وين نجاحك. المقياس رائع، أعطانا كتير نجاح بالعملية التربوية، بالعملية الإرشادية، ونحن لحتى وصلنا لمرحلة تطبيق المقياس خضعنا لدورة تدريب من مستوى عالي جدا لقدرنا نطبقه بكل مصداقية وبكل دقة. كتير في استجابة، كتير تفاعلهم حلو، بيشتغلوا معي كتير شغلات، يعني حتى أنا عم تفاجأ فيها شغلاتهم، يعني عندي أنماط مثلا بيركبوها في الكلمات، مثلا كتير بيعطوكي معاني، يعني انت حتى انا ما عندي فكره عنها احيانا، نكون يعني هي في الصور مثلا تحليل، ف يعني بيعطوني انا احيانا شغلات انا بتفاجئ فيها، فاستجابتهم كتير حلوه. يتضمن مشروع ستانفورد الاشراف على اليه التطبيق والصعوبات والتحديات التي تواجه المدربين. كانت تجربة كتير حلوة، فيها مراحل انه ممتعة شوي، هلأ في مراحل حسيت فيها انه منيحة شغلات عرفتها، وفي كمان مراحل ما عرفت فيها كل شيء، كمان كتير شغلة حلوة وممتعة وتعرفت على شغلات جداد. الصراحة هو يعني تجربة كتير حلوة ونادرة بالنسبة لي ومميزة، لأنه كنت أول مرة بجرب هذا الشيء، فبدايته يعني حسيت كتير يعني بحماس لهذا الشيء اللي عم ساوي، فكتير حبيته، يعني تجربة كتير حلوة. هو كان مشروع كتير حلو ونحن استمتعنا كتير فيه وعرفنا معلومات جديدة نحن ما كان عندنا معلومات عنها، وكمان زدنا من قدراتنا وقدرنا كمان نتجاوب كتير معه لهذا التقييم. يسعى هذا المشروع العالمي إلى تطوير العملية التربوية لتحسين مهارات وقدرات الطلاب، وبالتالي إلى تحسين جودة التعليم بمفاصله كافة. حددت هيئة التميز والإبداع أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سوريا في مسابقات الأولمبياد العالمية بمواد الرياضيات المعلوماتية، علم الأحياء والكيمياء. ومن المقرر أن تقام مسابقات الأولمبياد العالمية في شهر تموز القادم، حيث يقام أولمبياد الرياضيات في بريطانيا، الكيمياء في فرنسا، المعلوماتية في أذربيجان، وعلم الأحياء في هنغاريا.
وافقت محافظة ريف دمشق على تنفيذ تجمع مدارس ملحوظ على المخطط التنظيمي لمجلس مدينة قدسية والمتنازل عنه لصالح الأملاك العامة في منطقة الخياطين ضمن خطة العام الحالي، وذلك لحل موضوع الازدحام الطلابي الكبير الناتج عن توافد أعداد كبيرة من الأهالي إليها، ولتخفيف الضغط على المدارس حيث وصل عدد الطلاب في الحصة الدراسية إلى نحو 60 طالبا. أعلنت منظمة اتحاد شبيبة الثورة أسماء الفائزين في مسابقة أفضل كلمات ولحن أغنية وطنية والتي أقامتها المنظمة تحت شعار أناشيد الغار لوطن الانتصار على مستوى المحافظات السورية، وشارك فيها 5800 رفيق ورفيقة شبيبية ممن تتراوح أعمارهم بين 13 عاما إلى 35 عاما من جميع روابط وفروع المنظمة. أعزائي المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا مركز القياس والتقويم يحدد 27 موعد امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد لدورة نيسان التكميلية 2019. أهلا بكم من جديد. أقامت وزارة الثقافة في محافظة حما الاحتفالية العاشرة للطفولة والبيئة والتي تضمنت إبداعات ومواهب التلاميذ، إضافة إلى تنفيذ فعاليات وإقامة معارض في الوحدات الطلعية في المحافظة. مراسلنا وليد سلطان في حما وهذا التقرير. برعاية وزير الثقافة محمد الأحمد، استضافت مديرية الثقافة في حما فعاليات الاحتفالية العاشرة للطفولة والبيئة. تضمنت الفعالية التي استمرت 3 أيام أنشطة كثيرة، حيث تم افتتاح قاعة الطفولة المبكرة ومسرح العرائس ومعرض لرسوم الأطفال وأشغالهم اليدوية التي شكلت مادتها الرئيسية مخلفات البيئة، وورشات متنوعة تلامس اهتمامات الطفولة، إضافة لمعرض تصوير ضوئي عن طبيعة حما الجميلة. طبعا احتفالية اليوم هي الطفل والبيئة، تشمل عدة نشاطات وجميعها تهدف إلى ترسيخ بعض القيم والأفكار، مساعدة الأطفال على الإبداع. هناك كما شاهدتم معرض للتوالف، إعادة تدوير، هذا يحفز الطفل على الاهتمام بالبيئة. نحن هنا في مديرية الثقافة لنا الفخر والشرف أن نتشارك مع مديرية التربية في تقديم برامج وتعاون. منبر الثقافة متاح للأطفال لاستقطاب الهوايات والإبداعات ولتعليم، ستتم التعليم طبعا التعليم في التربية، ولكن هنا نقوم بتعليم الورشات ونهتم بالمبدعين بالتعاون أيضا مع التربية. كما تم تنفيذ حملة تنظيف وتشجير وزراعة أزهار ومسير بيئي بهدف التوعية البيئية والاستكشاف. إعادة تدوير على الورق أشغال سيديات بدل ما نكبها يعني. بعد المدرسة جينا نعمل نشاط فني مشان نستفيد منه ونعرف أكثر عن الفنون. عم أرسم هدية لعيد الأم. ومن الملاحظ أن الاحتفالية أشارت إلى استرجاع توالف البيئة وطبيعة توظيفها بأعمال فنية يستفاد منها في حياتنا اليومية. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي موعد امتحان الهندسة المعلوماتية الموحد لدورة نيسان التكميلية 2019، وذلك يوم السبت في 27 من شهر نيسان القادم الساعة 11 صباحا، ولمدة ساعتين لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية برمجيات وشبكات وذكاء صنعي في الجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج. ولفت المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتبارا من يوم الأحد في 24 من الشهر الجاري وحتى يوم الخميس في 4 من شهر نيسان القادم. أقامت جامعة الفرات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير، وقد بلغ عدد المتقدمين 95 طالبا وطالبة، منهم 43 طالبا نظاميا و49 طالبا شرطيا، وطالب في اختصاص اللغة الفرنسية واثنان في تخصص اللغة الإنجليزية. أعزائي المشاهدين، نشرتنا انتهت. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. ورشة عمل لوزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت بعنوان الرياضة الشبابية للتماسك الاجتماعي.
وزير التربية عماد العزب يفتتح المنصة التربوية في مكتبة دمشق التربوية التي توفر التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم. تحديد أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سوريا في المسابقات العالمية. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقع وزارة التربية على الإنترنت. دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.